اركب اركب ابو علي اركب اركب ابو علي ابو علي اركب اركب نبيك الموضوع يا رجال اركب اركب هذا سعد السبوحه ونعم اركب اركب بطل باب بطل اختر باب ركب اركب يا سعد دي سعد ما اركب سعد ما اركب اوه حسب بدت كل كنب سعد سعد لحقنا ابشرك اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا ود شنطتك ليه ما مشيت بيتكم كامل هذه اسمها مجمله مجمله اي جملتني ابو محمد سوقها سوقها اسعد الله مساكم يا هلا وغلا نسي عليكم وسط مقطوره باسطنبول هلا استاذ سعد كيف الحال؟ الله يسعدك اخوي سعد والله الله يرضى لي عليك استاذ سعد الله يرضى لي عليك انا استاذ بهاد اخوي بهاد مشغول اخوي كيف الحال اخوي بهاد؟ مرحبا ومسهلا الله يسعدك اخوي بهاد يا مرحبا ترى هي طلب وسالفه من اسعد السفرات اني اسافر معك يا كذا سفراتك والبوا معك الله يسعدك سعد شيء طلب منك اخوي قاعدين نسرق اسمه الله يسعدكم شباب ها انبسطتوا في الرحله؟ ولا الحين ضغطني الا قعقوري السبيكه قعقوري في الطياره اللي بعدها ان شاء الله بالدم على فكره انا كنت حاجز على درجه رجال الاعمال صار عندهم مشكله ما ادري وش طلعت الطياره ما فيها رجال اعمال شوفوا قدام ما فيها رجال اعمال بس حن قدام يعني كل حن رجال اعمال بيني وبينكم الربع تقولون قاعدين في صاله بيتهم قهوه حاسس قاعد بسم الله انت ما اسافرك على سوبرمان اقول لكم ترى احنا في رجال الاعمال قدام يعني بس الكرسي شوي في مشكله شوي ياس بركبونا قدام شكرا لكم اتمنى لكم رحله ممتعه وخطوط الناس وندم بالرجعه سبايك يا الله سبايك كيف كرو اندر ذا كويستشن ليه مشعود ليه سو سكسير سبرايز وشير واشتراك في القناه نفتح لكم بث احنا بس يلا طرشوه اقلع الطيارة الحب واخلعها المكان اللي لا لا لي لا 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 لي لا لي لا 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 Skincare, watches, jewelry, fashion accessories, and more. Flynas accepts all major currencies. Thank you. حلوة حلوة. فوق السمو الشاهي. لا توقف. خل دبي ما جنب ولا توقف إلا لندن ولا حولها ولا. أسعد الله مساكم تم الوصول لدبي ومحمد. البيت حاد. وعلي رايق طول الرحله مرحبا وانا ما غير موقع الشاهي وبسكوت سؤال مع الهدوم زين جات مطبات هوائيه بعلمكم انا عندي كنا برد يا ولد لو كيف لا 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 برد دبي ترى درجه حراره فيها 10 اي يعني هل او غل الله حبيبي يا ولد الله يبقيك يا ولد شطق ومش ذلك اشخاص يا ولد انت لو تلبس خيشه ربي قابلك والله امشي انا مبدل عزيز المطيري وين عزيز المطيري هلا مسعود لا ازرق ابيض كانك قلم سامحني هذيك جاي مسمح متنقل تنقل ذبالة تكوى يا حط بيجي حراشي أخيك هدوء ما في سياح ترى كم مشيت المجد كم مشيت لا كم مشيت بطريق اللي شفناه اليوم انت شايفين يلا تغير عليه اسمح انت ارحب ارحيم
يا هلا وغلا توقايم شباب يا جراب النظار حكم الله ما في علوم بالرقد انا ورقد شهاره من البارحه بالرقد لا بالله اللي بيرقد يرقد واللي بيجلس يجلس لا بالله لما انا ويا سعد بالرقد صح بالرقد كلهم عزرا ما انتم راقدين وانا رجال في رواكم قاعد هناك الحالي من الخبر هذا غير معاندنا من يوم استجرنا مرشد وحاسنا وداسنا وهمنا مرشد كشف ملعونة والدي حاسنا وداسنا لين حال بيننا وبين هو داني الرجال موجود ولا ابو ما تسوي خير اه كيف يا ابو ناجي المحجه ترى على الهواء والشاء جايين من الرياض بالهواء والله بدون شو حمران العيون جايبين قهوتهم معهم وجهك ابيض حق واجه وسا لو برضا والله ما يمنهم ولا ابو ناجي يا ولد بارك وين ودينا بوديك تمشى طال عمرك بوديك لهناك ايش ولا بوديك لهنا مطعم حي والله ذا العيون اللي في عيون الرخم احتزم اسعد الله صباحكم يا هلا وغلا عندنا مشكله عند حسين انت لنا ساعه ما حضرتنا كل يوم مسعود ابن عمي ها انرجيت والله جكس والله انرجيت اغضب ريك ها اغضب ريك والله ضغط يا ريس والجرند ما في جرند فك لا والله يا مسعود قدني من القلق انت اللي متروع ما تقري ارجع لا 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 حرك يا اخي حتى انت دي واحد عادي حرك هو بيعطي دي اثنين دي واحد يعني هو بالاول حسين البيض الله حسين البيض الله يعينك يا حسين أنا واحد من ثلاث ساعات باركينج ما طلعنا يا رجال أني أعرف لها أعرف لها وأعرف أبو ناجي سعود تنزل تسوق وقف تعال تعال شباب أخذنا السيارة واقف ذي بخمسين أخذها شايه مع حسين وحسين الله يبيض وجهه فاتح فتحه شوفوا والله انك مضبطنا باجواء ايش رايك يا ابو ان شاء الله يود كم صار لك تسافر سفريات برا وداخل برا المملكه ايه من وانا عمري يمكن في اول متوسط يمكن كم تقريبا كم سافر قبل سافرت ما قارب 46 سفره 46 سفره الله الله زين والله يا على انحاء العالم كله مرسد ساعات وكذا حياتك كذا طقمك كذا طقمي ترى هذا غالي ادري انك انت من يوم تلبسه حتى لو انه رخيص يصير غالي هذا من طيبك يا ابو ارسل لي حسابك ارسل لي رقم حسابك سجل عندك ابو الحي ابو محمد قطع عيشتك خلاص تصور مع بنت قدام هذيك بنت وين كنت موجود قلت يمه هذيك قلت يمه يا معلم تعال تعال